خلاص بقى كفاية كده، خد اللانش بوكس بتاعتك اهي. ضحكت عليك. شكرا. ليه الرخامة دي يا كنوز؟ اديتها له ليه؟ عشان هو متضايق، واحنا ما ينفعش نضايق حد يا يحيى. ايوه بس احنا بنلعب معاه. لا هو مش بيلعب ومش مبسوط، انت بس اللي بتحب تعمل مقالب في زمايلك عشان تضحك. انت طول الوقت كده مش عاجبك اي حاجه بعملها؟ خلاص انا هقول لماما لما نروح وهي تتصرف بقى، وماما هتقول لبابا، وبابا اكيد لما يعرف هيزعل مني ويخاصمني. لا خلاص مش هعمل كده تاني، بس ده مع اصحابي بس. يعني ايه؟ يعني انتي اختي، هلعب معاكي وارخم عليكي براحتي. النهارده درس جديد لينا عن تاريخ مصر القديم. كنا خلصنا ما يسمى بالعصر العتيق اللي بيشمل الاسرتين واحد واثنين، واخر حاجه هنقولها في العصر ده انه يعتبر عصر اقرار الوحده السياسيه، اسس الحضاره المصريه. ها اتفضلي يا كنوز. يعني ايه الوحده السياسيه؟ لو كنت صبرت شويه يا كنوز كنت لسه هقولك. الوحده السياسيه دي يعني الدوله يكون لها حاكم من شعبها وجيش من اهلها بيدافع عنها. يعني هما زمان كانوا زينا دلوقتي؟ لا يا يحيى، مش لازم يكونوا زينا، كل وقت وليه القواعد والقوانين المناسبه ليه. لكن مهم يا اولاد تعرفوا ان المصر القديم هو اول واحد فكر في الوحده وفي القوانين والدفاع عن ارضه ضد اي غزو او هجوم. النهارده هيبقى اول درس لينا في عصر الدوله القديمه، وهي الاسرات اللي بتبدا من الاسره الثالثه للاسره السادسه. صباح الخير يا اولاد. صباح النور يا قطره الناظر. عندي ليكم خبر حلو هيبسطكم. مفيش امتحانات ولا هومورك تاني؟ لا في يا يحيى، ولازم تحل كويس. الخبر الحلو هو ان بكره في حدث مهم قوي يا اولاد، حفل نقل المومياوات الملكيه، حفل كبير، واكيد وجودكم في الحدث ده على ارض الواقع اجمل وافيد ليكم. طبعا حفل عظيم زي ده هيغير نظرة الأولاد لتاريخهم وهيخليهم فخورين أكتر ببلادهم. أنا اخترتك أنت يا أستاذ عصام علشان تخلي بالك منهم وبالمرة تشرح للأولاد لو حد فيهم سأل عن حاجة. طبعا متشكر جدا يا حضرة الناظر. بعد إذنكم. كده يا أولاد احنا خلصنا درس النهاردة وهنكمل المرة الجاية تاريخ الدولة القديمة. بابا كان لسه بيقرا خبر عنه امبارح. هو فعلا هيبقى حفل كبير يا استاذ عصام؟ انا مش مصدقه اننا هنحضره. انا شفت على فيسبوك شكل العربيات اللي هتنقل المومياوات، ممكن حضرتك تبقى تحكي لنا تاريخهم؟ طبعا ممكن جدا يا كنوز، وعشان كده احنا رايحين مش بس عشان نسمع عن تاريخ بلادنا، لا عشان نشوفه بعينينا. بقولك ايه يا يحيى، هو انت ليه اول حاجه جت في بالك ان الامتحانات او الهومورك اتلغوا؟ عادي، يمكن عشان الامتحانات والهومورك بيخلوني اقعد فتره طويله مش عارف العب او اشوف صحابي. اقول لك سر؟ قولي. انا ساعات ببقى نفسي اسال سؤال، هو احنا ليه بندرس المواد دي وبنمتحن فيها؟ مواد زي ايه؟ يعني التاريخ مثلا. ممكن يفيدني بايه؟ انا هقول لك يا احمد، يمكن انت بتعامل الدراسه انها حاجه لازم تخلص منها بسرعه، وده اللي مخليك حاسس ان الموضوع صعب. جرب كده تشوف الموضوع بطريقة تانية، انك تفهم وتستوعب كل اللي بتدرسه في المدرسة. ده هيفيدك بإيه بقى؟ هيخلي مخك أكبر وتفكر أحسن، مع الوقت هتبقى شخص ناجح ومفيد لأسرتك ولكل الناس اللي حواليك. بالنسبة بقى للتاريخ، فهو مش مجرد مادة هتدرسها في المدرسة ومطلوب منك تمتحن وتنجح فيها وخلاص يا يحيى. التاريخ بيعلمك قبل أي حاجة الانتماء، بيخليك تعرف إن الأرض دي غالية على كل اللي سكنوها وعاشوا فيها، لدرجة إن في منهم ضحوا بنفسهم عشانها. بيعلمك كمان إن محدش يقدر يضحك عليك ويزور الحقيقة ويقولك كلام مش صح وإنت تصدقه. صدقني يا يحيى، لو قررت تحب اللي بتذاكره الموضوع هيختلف. إنت عارف يا أستاذ عصام، كأن بابا أو ماما اللي بيكلموني. لأننا كلنا بنحبك وهدفنا إنك تبقى كويس طول الوقت يا يحيى. إنت طبعاً دلوقتي شاطر، بس إحنا عايزينك أشطر وأحسن. طيب أنا هوعدك إني أحب كل اللي بدرسه، ولا أقولك مش هوعدك بس هحاول. ماشي يا ليمت، يلا عشان نلحق الأتوبيس. منورنا والله يا أستاذ عصام،
الا هو صحيح موضوع الرحله ده يا استاذ؟ تقصد الموكب؟ ايوه يا عم حسني، هناخد الولاد بكره ونروح. انت عارف ان المناسبات دي ما تقلش اهميه عن الاحتفال بنصر اكتوبر او اي مناسبه قوميه تانية؟ ياه، لانها بتزود حب وارتباط الولاد ببلدهم. على كده المتحف الجديد ده تلاقيه مليان كنوز، كنوز كتير. طبعا، بس هي قيمتها مش في انها كنوز، قيمتها في انها تاريخيه، بتعرفنا ان الارض دي كان عليها في يوم من الايام حضاره عظيمه. منكم نستفيد يا استاذ عصام، والله منورنا في الاتوبيس، يا ريت عربيه حضرتك تاتك كل يوم علشان نوصلك. انت بتدعي لي ولا بتدعي عليا يا ام حسن؟ لا لا ابدا، انا ما اقصدش. عموما انا هوديك لحد البيت زي ما بعمل مع كل التلامذة حبايب. كتر خيرك يا سيدي، شكرا يا ام حسن. انا مبسوطه قوي. تفتكروا لما نروح هننبسط ولا هنفضل قاعدين في مكاننا بنتفرج وخلاص؟ طبعا هنتبسط جدا، ده حدث العالم كله مستنيه. بس كان نفسي حصص التاريخ تبقى اطول، واستاذ عصام يكمل شرح النهارده عن الاسرات، عشان اكيد بكره مش هنكمل وهننشغل بالحفل. يا ريت، خصوصا ان الدوله القديمه من الاسرات هي اللي اتبنى فيها الاهرامات. يوه، انتوا هتكملوا الدرس هنا كمان؟ وفيها ايه يا يحيى؟ انا اصلا عارف انت نفسك تحضري الموكب قوي كده، ليا كنوز اكيد، عشان تصوري اللي بيحصل وتعملي ستوريز ولايف وتزودي عدد الفولورز اللي عندك. اه يا رخم، انا فعلا نفسي اروح عشان اصور وافرج الناس كلها. اكيد حفل زي ده يهم المصريين كلهم، كبار وشباب واولاد صغيرين، وبعدين انت عارف اني بحب التصوير والرسم مش عشان الفولورز يا رخم. طيب ده موضوع الحفل، نفسي اعرف انتوا بترفعوا ايديكم وتسالوا عن كل حاجه ليه؟ عشان نفهم اكتر. يا سلام لو كل الحصص تبقى عن التاريخ، حبيب قلبي التاريخ. يا سلام لو كل الحصص تبقى فاضيه ونلعب فيها، حبيب قلبي اللعب. واو، ايه ده؟ الله، شايفين الجمال؟ عمو حسني، عمو حسني، عمو حسني. ايوه يا كنوز، ممكن تقف هنا ثواني؟ يا كنوز انت كل يوم توقفيني في مكان شكل عشان خاطر تصوري كده هنتاخر. معلش يا عمو حسني، ما جاتش من دقيقه. كنوز فعلا بتصور حلو وموهوبه جدا. يوه، امري لله. بابا حبيبي، انا فرحانه ومتحمسه قوي. يا سيدي يا سيدي، يا ريت دايما فرحانه ومبسوطه يا حبيبتي، بس ايه سر الحماس ده كله؟ كنوز فرحانه يا بابا عشان اخيرا جات لها فرصه تاخد سيلفي مع الملك رمسيس الثاني. بطل ترخم عليا يا يحيى، احنا بكره المدرسه هتودينا نحضر حفل نقل المومياوات، وانا عاوزه اصور واعمل ستوريز للانستجرام عشان انزل فيه كل اللي هيحصل. ده خبر جميل، اكيد هتتبسطوا جدا. بس يحيى شكله مش متحمس. بالعكس، انا متحمس جدا وحاسس ان الحفله هيبقى حلوه قوي، بس متضايق لان كنوز كل شويه عامله فيها انها اشطر مني. عشان انا فعلا اشطر، وانت بتحب اللعب وبتضايق زمايلك. اقول لهم عملت ايه النهارده؟ ها، شايف يا بابا؟ شايف؟ خلاص يا اولاد، يلا خلصوا اكل بسرعه علشان نشوف الهوم وورك وبعدين ننام، عندكم بكره يوم طويل. نفسي يحيى يبقى زي كنوز. ويبقى زيها ليه؟ أو تقصدي يبقى زيها في إيه؟ يعني يحب دراسته أكتر، يذاكر وهو مبسوط كده، درجاته دايماً كويسة، بس حاسة إنه لازم يبقى أحسن. يحيى وكنوز شخصيتهم مختلفة، وطبيعي ده يخلي اهتمامات كل واحد فيهم غير التاني، مش معنى كده إن حد فيهم أحسن. يمكن كنوز فعلاً درجاتها أحسن شوية، لكن ده ما يمنعش إن يحيى عنده مميزات كتير. أنا عارفة إن يحيى ولد ذكي، بس عاوزاه يبقى زي أخته ويجيب درجات أعلى طول الوقت. مين قال إننا لازم نبقى زي بعض في كل حاجة؟ صدقيني بالوقت هنشوف يحيى حاجات نقول يا ريت كنوز تعمل زيه. عندك حق. ده آخر سؤال هتكتبوا إجابته النهاردة، بس قبل ما نكتب أنا عاوزة أسمع من كل واحد فيكم إجابته. السؤال: لما تخلص دراستك نفسك تبقى إيه لما تكبر؟ أنت الأول يا يحيى، نفسك تبقى ايه لما تكبر؟ نفسي ابقى لعيب كوره. من امتى وانت مهتم بالكوره؟ مش مهم، المهم ابقى مشهور. الشهره مش ان الناس تشاور عليك وخلاص، انت ممكن تبقى مشهور بحاجه انت فعلا بتعرف تعملها وبتحبها. المهم هم شايفينك ازاي، بيحبوك ولا لا، بيحترموك وبيقدروا اللي بتعمله ولا لا. خلاص
هفكر في حاجة تانية. فكر وقول لنا المرة الجاية، لأن دلوقتي دور كنوز. ها، نفسك تشتغلي إيه لما تكبري؟ نفسي أبقى حاجات كتير، دكتورة ورسامة. ولا أقولك استني، أنا نفسي أسافر بلاد كتير قوي، هشتغل مضيف الطيران. إيه ده كله؟ اختاري مهنة واحدة بس. خلاص، رسامة. هفضل أتعلم لحد ما أبقى رسامة شاطرة وأرسم كل حاجة حلوة بشوفها. طيب يا ستي، أنا موافقة. خلاص، إحنا كده خلصنا النهاردة، يلا بقى عشان تناموا. تصبحي على خير يا ماما. تصبحي على خير يا ماما. وانتوا من أهله يا حبايبي. ازيكم؟ عندي ليكم مفاجأة حلوة قوي قوي. هحضر حفل نقل المومياوات وهصور كل حاجة وهنزلها هنا في الستوريز عشان تنبسطوا معايا. مش ماما قالت ننام؟ تصبحوا على خير. على فكرة الفولورز سمعوك. واحدة بواحدة، لما تبطلي أنا كمان هبطل. ماشي يا يحيى. طب أنا هقول لبابا وماما.